النهارده خرجت جريده المسا، الاهلي كافح والبايرن ناجح، بطل مصر وافريقيا خسر من بطل اوروبا بهدفين. اليوم السابع الاهلي يخسر بشرف من بايرن ميونخ بثنائيه في نصف نهائي مونديال الانديه. يلا كوره، طموح الميداليه قائم. بايرن يتاهل لنهائي المونديال وينقل الاهلي لصدام بالميراس. ما كانش متوقع الصدام مع بالميراس. ما هو ده بقول لك، انت عشان تلعب بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه. موقع في الجول، الهزيمه الاولى لموسيماني، بايرن يفوز على الاهلي ويتاهل لنهائي مونديال الانديه. بيتسو موسيماني المباراه ال 22، المباراه ال 22 له مع النادي الاهلي اول هزيمه يتلقاها من ساعه لما جه في اكتوبر الماضي. ده بالنسبه له كان مشوار طيب، لكن ان انت بتخسر قدام اقوى فريق في العالم. لما تشوف الناس اللي اتكلمت على انه برشلونه خسر من البايرن في وجود ميسي 8-2، فانك انت تلعب مباراه رسميه ضد اقوى فريق في العالم وبينه بين اعضاء هذه النخبه من النجوم الكبار، اعتقد النتيجه محتاجه ان احنا نقف عندها من دفاعا على الهزيمه، ولكن عشان نشوف الحذر ليه اللي كان موجود، الجزء المليء من الكاس. الحذر موجود لانه كل الناس كانت بتتكلم على النتائج الثقيله التي حققها البايرن السنه دي واخر السنه اللي فاتت، كلها نتائج ثقيله جدا. صحيح. المسا موسيماني يعتذر لجمهور الاهلي، سامحوني، البرونزيه هديتنا لكم يا رب. بيتسو موسيماني بعد المباراه لما اتكلم بواقعيه شديده جدا، قال لك المباراه كانت صعبه جدا جدا، احنا سعينا فيها ان احنا نقدم افضل صوره عن كورتنا، دخلنا المباراه بشيء من القلق والخوف، انت بتواجه افضل لاعبي العالم، الفوارق في الملعب كانت كبيره، لكن قال ان احنا كافحنا، احنا تعرضنا لضغوط كتيره وشديده في الشوط الاولاني، كان عندنا صعوبات فنيه شويه ان احنا نطلع من ملعبنا، الخصم جاي واخد البطوله في منتهى الجديه، لكن قال ان احنا في الشوط الثاني رجعنا عملنا افضل فترات المباراه في العشر دقائق او الربع ساعه الاخيره، لكن اكد انه ده بطل افريقيا في النهايه عنده كبرياءه، وده بطل اوروبا في النهايه عنده قوته، والمباراه كانت صراع بين مستويات مختلفه. ليه الشوط يعني احنا بقى لنا مده الشوط الاولاني الثاني ما بيبقاش ده الشوط الاولاني، يعني حتى اخر ماتشين. طب ليه المره دي اتعكست؟ لان انت بدات غصب عنك، خلي بالك هي مش مساله اعداد نفسي النهارده قدام البايرن بالذات، يعني ممكن يبقى في نوع من الاعداد النفسي قدام فريق زي بالميراس، لانه الناس شبابنا ولادنا مش هيبقوا متابعين قوي زي ما يكون، لكن البايرن ده كل ولادنا على السوشيال ميديا متابعينهم لعيب لعيب. ايوه، فما بالك لعيبتك، فكل واحد شايل هم لعيب بيشوفه بيأدي ازاي. انت اديت في الشوط الاولاني، لكن تدريجيا بدات الرهبه والاحتكاك، وتنسى بقى انت يعني بقت مساله انك لما بتنقل ثلاث اربع نقلات، الله طب ما انا ممكن اقل سته سبعه، ده في هجمه في الشوط الاولاني 24 او 25 نقله انا عديتهم. وفي الاخر الجميل فيهم ان في نهايه الشوط الاول لما بدات الرهبه تروح، بدات انت تتبادل برضو مع وجود الفوارق. ما بقولش ان احنا يعني احرجنا وعملنا مش فجاه ازلنا كل الفوارق الكبيره جدا إنما بين الكره الاوروبيه والافريقيه، وده يقودني تاني استاذ ابراهيم، ان احنا انا الاوان بقى احنا ككره مصريه بقى لازم يبقى في وسيله للاحتكاك بالمستويات العاليه دي بشكل منظم شويه، سواء على المنتخبات او الانديه، او زي زمان احنا كنا بنلعب الانديه دي فكنا نتغلب ساعات، يعني احنا اتغلبنا الزمالك 7-1 من ريال مدريد والاهلي 6-1 من برشلونه، وبعد كده لما بدانا نلعب كسبنا بنفيكا وكسبنا لكن ساوثهامبتون وكسبنا تبقى مباريات ايه روما مرتين وكسبنا اياكس وكسبنا يعني ولعبنا ماتش مع اتلتيكو مدريد كنا كسبانين 2-0 فاضل ربع ساعه، يعني خسرنا 3-2 لكن عايز اقول بقيت تؤدي لانك خدت على كده. الماتشات الوديه غير رسميه صحيح، عايزين نلعب بشكل مكثف، لما تروح بقى جائحه كورونا الله لا يعيدها يا رب قريب او نشوف لها حل، لازم يبقى في تصور وكره يتصرف عليها شويه في مصر، يتصرف عليها مش في انتقالات لعيبه وعقود، في تطوير عليها في التطوير طيب الصحف المصريه تشد، يمكن يبدو امر طبيعي لانه حتى الناس تبعت بعواطفها،
وانا متخيل ان كل جمهور الاهلي وهو بيتفرج في حاله من الشد العصبي الشديد، وده بيأثر على قراره وعلى تقييماته حتى لمردود الاداء. الفيفا شاف اداء الاهلي قدام البايرن ازاي، والكاف اللي النادي الاهلي بيمثله في البطوله كان تقييمه لاداء الاهلي ازاي. هقول لحضراتكم، الاتحاد الدولي على تويتر قال نصف نهائي الكاس نهايه اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2-0 امام الاهلي مع اداء بطولي لرفقاء الشناوي. ده عنوان موقع الفيفا على تويتر، صفحه الفيفا على تويتر، اداء بطولي لرفقاء الشناوي، في الاشاره الى محمد الشناوي حارس الاهلي. استاذ ابراهيم برضو تعالى نتكلم عن النتيجه. انت 1-0 وكنت مدافع وبعدين بدات تتحرم التحفظ وتحاول انك انت يبقى لك وجود هجوم. لحد الدقيقه 86 لو انت طالع 1-0 بالمباراه كان الناس هتشوف ان دي نتيجه مبهره وان في نجاح تكتيكي حاله دون، وان الاهلي منع البايرن من انه يسجل هدف تاني رغم ان الهدف سجل مبكرا بما كان قد ينبئ ان ممكن يبقى فيه غزاره في الاهداف. الدقيقه 86 تاخد الهدف الثاني وانت في 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 موقف الهجوم ولسه مش متكدش دفاعيا، رجعت عليك الهجمه مش مرتده لكن ما انتش في موقف متمركز فيه دفاعيا بشكل اللي يحمي مرمى. جه 86 دي خلت شويه يعني اثرت شويه على القرار لان الناس اتضايقت من الجون ده. وانا من طيب اذا كان الفيفا قال اداء بطولي لرفقاء الشناوي، الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم، ده انا بقول لجمهور الاهلي عشان يعرف مردوده عامل ازاي. الاتحاد الافريقي على تويتر قال اداء عظيم من ابطال افريقيا امام الباير، جعلتمونا فخورين فلتستعدوا للمباراه القادمه. الكاف بيقول للاهلي جعلتمونا فخورين. طيب احنا بنمثل مين؟ الاتحاد الافريقي والقاره الافريقيه. وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل